السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الكاتب العام، سادة رؤساء المجالس والجماعات، سادة النواب البرلمانيون، سادة رؤساء الهيئات الأمنية الإقليمية، سادة رؤساء المصالح الخارج الإقليمية، سادة ممثلي المجتمع المدني وممثلي المنابر الإعلامية، أيها الحضور الكريم، تتشرف القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بمدينة توريت باستقبالكم في هذا اليوم الذي نحتفل به اليوم العالمي للوقاية المدنية تحت شعار مسعف لكل بيت. السيد الكاتب العام، أيها الحضور الكريم، جرت العادة أن تفتتح المديرية العامة للوقاية المدنية أبواب جميع وحداتها الترابية في فاتح مارس من كل سنة، وهي مناسبة لتنظيم مناورات تتعلق بتدخلات الإنقاذ وإطفاء الحرائق وتقديم ورشات الإسعافات الأولية مع عرض الوسائل اللوجستية والمعدات المستخدمة في الحالات. كما تقوم هذه المصالح بالتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالمخاطر المحدقة بهم، مع توزيع منشورات ومقويات تحتوي على تعليمات سلامة اللازمة لتفادي المخاطر المرتبطة بالحياة اليومية للأشخاص. ويعتبر هذا الحدث أيضاً فرصة للتعرف على جهاز الوقاية المدنية ومهامه وعلى مختلف أنواع التدخلات المنوطة بالعاملين به وعلى دوره في الحياة اليومية للمواطنين وفي تدبير الطوارئ والكوارث. وللتذكير، فقد سجلت مصالح الوقاية المدنية لسنة 2019 ارتفاعاً في عدد التدخلات الميدانية، وتوصل مجموعها 405,380، أي ما يعادل ارتفاع بنسبة 36.3% مقارنة مع سنة 2015. السيد الكاتب العام المحترم، أيها الحضور الكريم، نجدد شكرنا لكم على حضوركم وعلى الأهمية التي تولونها لهذه الهيئة وعلى الدعم الذي نلمسه من طرفكم، مؤكدين أن هذا الجهاز يعمل جاهدا من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. وفي الأخير، أود أن أؤكد أن جميع عناصر الوقاية المدني من ضباط وضباط صف وأطباء وممرضين وأطر مدنية يجددون الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده
داعين الله عز وجل أن يحفظه وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد أثره بصاحب السمو الأمجد المولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.